يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل بنتكلم النهارده مع حضراتكم على ثلاث اكلات اسهل من بعض، مختلفين عن كل يوم. هستغل واستخدم كل خضرواتي بشكل مختلف ومن اطباق مختلفه، وعايز احط طبعا بدل البكاتا الفراخ احط حبتلو، ما عنديش مانع. عايز احط بدلها دي كروني برضه، مع يعني براحتي حسب اللي عندي، ولكن همشيها ان شاء الله مع حضراتكم النهارده بصدور الفراخ، وهنتبلها الاول ونخليها على جنب عشان لما نيجي نشتغل فيها تكون فيها طعم وتتبيله بسيطه جدا. هجيب عندي نص كيلو او ربع كيلو من صدور الفراخ، تعالى كده حوالي بقى اقطعه على اذنك اهو، وعندي معلقتين مستارده، وعندي كوبايه ميه بصل، وعندي فلفل اسود. هنشوف بحركهم حالا واحده واحده. اجيب بوله فاضيه، بسم الله، وهنجيب عندنا حبه زعتر لو موجود يبقى حلو برده مع الطيور عامه، زعتر فريش كده اهو، ونفرمهم كده على سن السكينه بالشكل دوت، نحطهم في البوله. وعندي ميه بصل، وعندي معلقتين من المسترده، معلقتين كبار، وعندي فلفل اسود. دي تتبيله بيكاتا لطيفه جدا ومززه وحلوه، مع كمان سنه ليمون، ومع كمان حبة ملح، وكمان عندي لو حبيت احط بهارات انا خلاص تمام، احط حبة بابريكا بس يخلوا الامور محمرة شوية، بابريكا مش شطة. وابدا اجيب عندي صدور الفراخ متقطعة على النصين، شايفها حمال عاملة ازاي؟ اهو كده، حلو الكلام. وابدا اقلب كويس جدا التتبيلة، بحط بيها حاجتي كلها واقلبهم مع بعض واسيبهم مع نفسهم. الفكرة مش في التتبيلة، الفكرة ان انا اسيبهم شوية مع بعضيهم ياخدوا مع نفسهم كده ويعيشوا حياتهم واحده واحده. لو عايز احط توم احط توم من غير زيت عشان خاطر ما يبقاش فيه عازل من الدقيق اللي هيبدا يتشوح بيه البكاتا. عايز احط اي حاجه ثانيه ما عنديش مانع، ولكن انا كده شايف ان الامور بسيطه جدا وسهله. دول يتسابوا على جنب يرجعوا ثاني نهوت وياخدوا وقتهم ويتعايشوا. طيب هنخش في الطبق اللي بعده، او الطبق اللي هنبدا فيه مع حضراتكم بشكل بسيط جدا، طبق صدور الديك الرومي مكعبات مع المشروم ومع الخضروات. نشيل الحاجات اللي تبلنا بيها الاول. نبدا نجيب عندنا رقم واحد حله سخنه، بسم الله، معلقتين من زيت كريستال اسكان العباد الشمس او الدوله بالشكل ده دوت، معلقتين مش كتير. وهنجيب عندنا معلقه ثوم، و نبدا نجيب حاجات نحطها قدام حضراتكم واحده واحده. هنشوح الاول صدور الديك الرومي مع معلقه الزيت الاول، بسم الله، نشوح ابدا اديها عندي لو حبيت معلقه ثوم مفرومه تديني نفس كويس، ولو حابب استغل برضو اعشاب زي الروزماري مش هيقول لي لا، كده اهو في النص يتشوح برضو. سن البابريكا محمره كده تلوني شويه اللحمه، تدي ريحه كويسه جدا مع فص الثوم، اللسعه بتاعت الزيت السخن تدي لون حلو جدا للتركي، تشويح بشكل مستمر عشان كله ياخد نفس الالوان اللي انا عايزها، وابدا اسيبها ثانيه كده، وممكن ازود كمان لو حبيت سنه اعشاب ثانيه، تمام. اعشاب الروزماري ده بيبقى لطيف جدا وليه نفس كويس مع التركي بالاخص، وزي كمان حتى لما نشوف دايما في الديك الرومي الكبير وهو احنا بنسويه بنحط له كميه كبيره جدا من الروزماري. شايف اللون عامل ازاي؟ اهي شايفها؟ اهي شكلها جميل جدا وبسيط، ما فيهاش اي صعوبه خالص، والحلاوه فيها ان بتديني طعم كويس برده ونفس حلو، تمام كده اهو. انزل عندي دلوقتي معلقه زبده كمان اهي، تعلم معايا التست اكتر، ومنها كمان تطري معايا كويس التركي، ولما اجي اربط الصوص هيكون في حاجه رابطه معايا زي الدقيق والزبده. قلب مع بعضيهم. هبدا انزل عندي بالبصلايه بتاعتي تبدا تستوي معاهم
فصلية كبيرة، قلب فص الثوم مع الأعشاب بيعلي تيست جدا. كده يبدأ الموضوع يتغير ملامحه من مية البصلة تنزل منه، وتسوي لي كمان بقية التركي، ونجمع كل الجوانب ونوسطنها في قلب الحلة ونسيبها شوية تاخد وقتها وتستوي. الفكرة ما فيهاش حاجة، أغطي عليها عشان تتبخر، أغطي عليها عشان كمان تستوي وتبدأ تاخد وقتها في التتبيلة بتاعتها. هاجي الناحية التانية هحضر نفسي بعد ما تبلت كويس جدا الفكاتا، هبدأ أبدرها في الدقيق، بجيب عندي كوباية دقيق وأبدأ أبهرها لو حبيت ببابريكا أو توم باودر أو بصل باودر براحتي، ما حبيتش أنا هخليه سادة عادي جدا زي ما حضراتكم شايفين. هوريك حتى واحدة بس، طلعك فاصل بس لحظة واحدة عليا، واحدة بس حتى نوريك، ولا عايز تطلع ونرجع نكمل اللي أنت عايزه؟ أنا صايم. نطلع فاصل، نطلع فاصل تسيبه نوصل، اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. زي ما حضراتكم شايفين الستور التركي مع البصل دبلوا مع نفسهم. انزل من دلوقتي بفلفل الالوان يتشوح معاهم، انزل كمان بالمشروم يتقلب معاهم وتشوح كده، تحس ان فيه طعم مختلف مع بعضه كده، منه فيه كله فريش، مفيش عندي اي حاجه خالص وبسيط، ومفيش عندي دهون كتير، حبه زيت بساط، مفيش عندي حاجات مختلفه عن احنا عارفينها، كله مع نفسه كده. وابدا احط عندي الكريمه تسوي الامور دي كلها كده اهو. ده طبعا مع طبق الباستا، احنا في عالم تاني خالص. حبه جبنه في الاواخر لو حبينا، كل اللي احنا نفسنا فيه بالهنا والشفه تعمل بشكل بسيط. ممكن كمان اجيب عندي مغرفه مرقه كده خضار، تنزل كمان تخفف شويه الامور وتسيبها في وقتها وتتعايش. تساوي كل ده كله ونسيبها مع نفسها ونرجع على البيكاتا. البيكاتا زي ما اتفقنا نسيبها شويه تتبل كويس، وبعد كده نبدا نحمرها دلوقتي في تعفيره الدقيق بشكل بسيط جدا وسهل ان شاء الله. ايوا نجيب عندنا كوبايه ال طبعا انت عايز توسع نفسك صح كده؟ شكرا لله يا حبيبي. نجيب عندنا كده طبق واسع شويه نحط فيه الدقيق، نجيب عندنا الطاسه دي نحط لها عندنا حبة زيت طبعا، الزيت وحط عليها كمان زبدة لو حبيت عشان برضو تبقى معايا الطعم كويس. دي طيب عينيا كده اهو، ادي البيكاتا كده نبدأ نعفرها بالدقيق اهو ونسيبها على جنب. نعمل دي كمان تعفيره الدقيق دي وظيفتها ايه؟ تعمل لي طبقه تبقى كريسبي، وكمان لما الدقيق ينزل على الزيت اللي حطيناه والزبده في قلب الحله او في الطاسه اللي شغالين بيها هيعمل لي صوص جميل جدا. هنعمل منه حبه صوص مشروم مطاف قوي بالديمي جلاس او بصوص البودر كده اهو. طبعا البيكاتا دي ليها طرق كتير جدا، في منها طبعا اللي هي الاوريجينال بتاعتها او الاصليه اللي هي بتتعمل باللحمه البتيلو او العرق اللحمه البتيلو كده اهو. ونبدا نعفرها بدقيق قبل ما الزيت يسخن، نشوحها وبعد كده نبدا نشيل البيكاتا ونبدا نحط بدلها بصلايه ونبدا نتبل كويس ونشوف الامور واحده واحده مع حضراتكم. التتبيله طبعا كل ما تقعد اكتر كل ما تحلو اكتر وطعمها يبقى احلى واحلى والموضوع يزيد فيها طعم كويس كده اهو. خلاص اخر حته كده اهو. خلاص نبدا نحط عندنا هنا في الطاسه اللي فيها الزبده كمان مكعبين زبده كده، ونبدا نجيب عندنا البيكاتا وننزل بيها نفضيها ونعمل كده. معانا حماده ولا علينا؟ ماشي كده اهو. نسيبها لسع شويه مع نفسها
في قلب الطاسة تاخد لون واتنين، وبعد كده نطلعها هتبقى خدت جزء من التسوية. بعد كده هنبدأ ناخد مطرحها ونعمل الصوص اللي احنا عايزينه. تمام جدا. تمام. نروق مكاننا عشان برضو الامور تكون في النظافة. هنا عندي الناحية التانية الصوص تقل كله شغال في نفس الوقت. نبص برضو على شايف الكريمة عاملة ازاي، شايف الخضار يا بيه، اتفضل تعالى اتفضل ما تتكسفش. ده هيتبحر بحبة ملح دلوقتي، وكمان لو حبيت احط له مش عايز والله اديله بقى فلفل اسود وبهارات كتير، بسيط كده نديله طعم، ولكن الافضل نديله معلقه الحال لو متوفره وحبه جبنه ومتشكرين، الموضوع هيكون طعمه عالي جدا. جيب بس منديل ونروق، سيب ده كده ياخد وقته. فده حكايته تخلص، نعمل لها الصوص والطبق الاولاني خلص، نشيل بس مطرح الدقيق ده كده اللي وقع من التتبيله اهو. كده اهو تمام جدا. ونرجع بنجيب مساك كده نبص بصه على حمر، ياخد لون بسيط اهو. طبعا كل ما يتساب اكتر في التتبيله كل ما يكون احلى. بس نسيبه كده شويه ما تقلش فيه عشان الكبر ما يتشالش. ده خلصان، خلينا نشوف لو في ريحان في التلاجة يبقى لطيف، مفيش حط برضو البديل. انت تؤمر. ادي الريحان عندي، خد معلقه صغيره او معلقه كبيره حسب اللي بتحبه، انا بحب الريحان بصراحه. تمام كده غير الملامح تماما. لو حبيت احط جبنه في الاواخر انا ما عنديش مانع، انا بسيب بس الامور تاخد وقتها وتتعايش. ريحه الريحان طلعت بشكل غير طبيعي مع الكريمه. انت صايم يا محمد، ما تحاولش تبوظ يعني الدنيا بسبب حبه كريمه، انت صايم يا حبيبي. تمام تمام حلو قوي. ده كده نبدا نجهز الناحيه التانيه. ده هيطلع مع الباستا دي في الاواخر، وهدي النار شويه خالص عليها، نخليها اخر درجه حراره بسيطه. بس ونغطي عليها ويبقى زي الفل. هنا عندي الطاسه دي، انا كده خدت اللي انا عايزه باللون، اجيب عندي طبق فاضي ابدا اطلع الفيكاتا اللي انا خدت لونها عشان استفيد بالطاسه وسخونيتها كده. هينزلوا تاني ولكن هنلسع بصلايه ونعمل صوص في نفس الطاسه. جميل، مش مشكلة، هنسوي تاني. هنجيب عندنا بصلاية حلوة تنزل كده، حلو الكلام. وممكن ناخد حبة كرفس صغيرين بتوع الشوربة ونشوحهم برضو مع مكعب زبدة، نعمل صوص لطيف كمان مكعب. ونديها كمان سنة تومة لو حبينا بالزيت بتاعها كمان حتة، ونقلبهم مع بعضيهم تقليبه حلوه علشان يعملوا لي صوص حلو ويتلسعوا مطرح الدقيق اللي احنا كنا شغالين فيه. زي ما حضراتكم شايفين انا بس بستغل الطاسه دي من حاجتين، الحاجه الاولى السخونيه، الحاجه الثانيه الدقيق اللي وقع من الفراخ يبدا يسخن لي كويس جدا الامور ويديني لسعه حلوه. هو ده وطعم وريحه الفراخ طبعا. توحم كويس، هنزل عندي بحبه مشروم. خلينا نجيب مثلا مشروم، احسن ناخد جوليان قطع ناعم، وتقلب مع بعضيهم. صوص الديميجلاس طبعا كلنا عارفينه، صوص البني، قلب كويس جدا ياخد سوتيه
بالشكل دوت. وانا شغال هجهز نفسي لشوربه المشروم عشان ما تاخدش برده مني وقت كتير. هبدا اشغل النار عندي اسخنها عادي جدا. هعمل شوربه المشروم بطريقه سهله جدا وبسيطه. عندي البصل على الكرفس هينزلوا مع بعض كده الاول يسخنوا مع معلقه زيت كريستال يكون شفاف زي ما حضراتكم شايفين كده دوره كده، وسيبهم مع بعضيهم مش كتير، هم هيسخنوا مش اقل من دقايق ونبدا نشتغل بيهم. هرجع تاني هنا للمشروم. اتاخد سوتيه ريحه الفلفل الاسود مع المشروم بتبقى عاليه جدا، وهو ده اللي هنعمله دلوقتي. بخه كده وبخه كده، مش محتاج مشروم، مش محتاج جبنه ملح على المشروم لان هحط جبنه في الاواخر. هبدا انزل دلوقتي عندي بحبه الديمي جلاس. ده الديمي جلاس شايفه؟ شفتوا بودر الديمي جلاس بيجيب عند العطار او من الكياس من السوبر ماركت. نحط عليه ميه ونقلبه واحنا في البوله كده. تمام يا استاذ؟ قلبت عشان ما يكلكعش مني. هبدا هعمل كده على وش المشروم يتقلب. اقل من دقايق هيبدا يربط معايا، وهو بيربط معايا ابدا انا كمان اجهز نفسي انزل تاني بالفراخ على وش المشروم. هسيبهم ياخدوا وقتهم وهطلع فاصل صغير جدا. بعد الفاصل نرجع لشوربه المشروم ثم الوصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب البصلايه والكرفسايه دول اتشوحوا من شويه، انزل عليهم بالمشروم يتقلبوا مع بعض خمس دقائق مش اكتر من كده، يشموا النار كده، وبعد كده نبدا نديهم الكريمه ونظبطهم. من شويه كنت عامل تركي حطيته في الباريكس، كنت احطه على المكرونه، وكده قلت لا خلي المكرونه للبكاتا، بكاتا خلصانه، احط لها الكريمه اللباني برده. بص كده شايف البكاتا اهي، بص الكريمه اللباني يا باشا، بس متشكرين. تفتح بقى الالوان الجميله دي وتبقى معاك الموضوع بشكل لطيف جدا. برضه تديها سنة ريحان تفرق كتير جدا، والله العظيم كان معايا هنا الريحان، مش عارف ليه بتشيلوه مني. سنة ريحان ونديها كمان حبة جبنة. لأنه المفروض تاخد برمجان، ولكن لو جبنة رومي مش مشكلة. معلقة ريحان. كده بقى تتيح في قلب الصوص مع الكريمه، موضوع يعني كبير جدا، اقل من دقايق وبرده تترفع على طول وتبقى زي الفل. على المكرونه دي ونغرف على طول. طبعا المشروم بيتشوح مع البصل مع الكرفس والكرات. عشان نظبط الصوص كويس ممكن نديله معلقه زبده ومعلقه دقيق كمان، عشان لما ننزل بيه. ايه معلقه الزبده شفتها؟ ومعلقه الدقيق اهي، شايفها قد ايه؟ بس كمان حته كمان صغننه ومعلقه بجد وبجد يعني. ده كده للشوربه المشروم. نقلبهم مع بعض شويه. خلاص تمام التمام. انزل عليهم بالمرقه. بسم الله. اهو. بس. نقلبهم مع بعض كده شويه، خمس دقائق ونضرب في الخلاط ومتشكرين. نغطي وندي حبه ملح. وندي حبة فلفل لو حبينا وتملح. تمام، تعال نطلع البكاتة قبل ما نروح نبص على الفرن. البكاتة دي زي ما هي كده، تعالى يا حمادة. تعالى ما تتكسفش. بص الصوص عامل ازاي بالبكاتة، شايف الكلام؟ كله على وش بعض. متشكرين. قول هنا وشك. ده أول طبق يطلع لحضراتكم على طول على المائدة. لو حابين نحط عليه حبة جبنة تشيدر أو برمجان او اي حاجه بنحبها بالهنا والشفه بالشكل ده. نكسر الروتين برده بلون اخضر او حاجه عشان ما يبقاش كله مبيض في بعض. ماشي الكلام؟ مبسوط يا حماده؟ والنبي يا حماده مبسوط؟ انا مش مبسوط منك. طيب الطاجن اللي احنا كنا من شويه حاطينه في الفرن خد لون لسعه جبنه، نطلعه بالمره.
عارف انت الناس اللي يقول لك انت مبسوط تقول له لا انا مبسوط لك انا مش مبسوط؟ اه مثلا؟ طب ايه اللي بيحصل عندك؟ انا مش شايف حاجه. اه ماشي نعمل كده. وارب الباب عشان خاطر الكريمه غليت وممكن تودينا في حته ثانيه خالص. انا زعلان ها؟ لا يا عم ربنا ما يجيبش زعل، انت حبيبي. بص كده يا استاذنا اهو شوف دخلتها الفرن حبه جبنه على الوش متشكرين خلاص مش محتاجه حاجه ثانيه. اه بكل بساطه وبكل سهوله نطلع بيها على المائده على طول ونرجع للشوربه. خمس دقايق بتوعها هيكونوا عدوا وان شاء الله يبقوا زي الفل. اه نطفي النار بقى ونيجي هنا نوسع على نفسنا. طبعا المشروب ده شوربه غير طبيعيه جميله جدا وخفيفه. نجيب الهاند بلندر. بسم الله شفت السرعه قد ايه بقى فيها؟ فاخدتش كلام معايا. ما فيش. ونروح جايب لها بوله حلوه او طبق ونغرف حبه جبنه زي ما اتفقنا كده في الاول. شايف الكلام ده؟ وادي الغلوه بتاعتي شغاله. ممكن في النص كمان لو حبينا. غلوه واحده. اهي شايفها؟ بس. ونروح جايين كده. بسم الله موطين ايدينا شويه ونازلين طبق الشوربه الشياكه ده. شايف الكلام؟ شوربه مشروب بالكريمه تشرب وتتاكل بالجبنه اللي فيها تحس ان الطعم كده يعني رائع. ونجرنشها بحاجه كده لطيفه ومتشكرين. يطلع على طول على المائده. بس خلاص هي دي افطار النهارده ودي اكله النهارده بسيطه جدا وسهله مفيش اي صعوبه خالص. كان مع حضراتكم النهارده الاطباق اسهل من بعض. الطبق الاول طبق بكاتة بالفراخ مع المكرونة. الطبق التاني عندنا قطع صدور الديك الرومي معمولة بالخضروات مع الكريمة اللباني مع المشروم مع رز أبيض وعندي كمان شوربة مشروم. حلقة جديدة والسلام عليكم.